في ولاية نواكشوط الجنوبية قدم حزب البناء والتقدم اليوم بمقاطعة الملا استلالا غذائية لبعض المتضررين جراء الأمطار التي عرفتها العاصمة مؤخرا. تأتي الخطوة التي تستفيد منها 30 أسرة بهذه المقاطعة تجسيدا لبرنامج الحزب وتلبية لحاجات المواطنين. وتتكون هذه السلال من كميات من الأرز والعجائن والسكر والزيت إضافة إلى كميات من الأقمشة وبعض مواد التنظيف والتعقيم. رئيس حزب البناء